أوقات الكبرياء بيقرب منا الفراق وبيكسر جوانا حاجة وبنخسر بعض بغباء منضيع الاتفاق وكأننا داخلين سباق واللي ساب التاني أسرع ده اللي دمع لما فاق أوقات الكبرياء بيقرب منا الفراق وبيكسر جوانا حاجة وبنخسر بعض بغباء منضيع الاتفاق وكأننا داخلين سباق واللي ساب التاني أسرع ده اللي دمع لما فاق وخسارة يا قلب خسارة على العشرة والناس اللي بقوا أوام على امبارح وعلى بكرة وعلى الأحلام ويا ريتنا ما قلنا سلام وخسارة بالزمان مش هنفرط في المكان ونحل أمورنا ببساطة ونعدي الأزمة بأمان بندمع من سكات وقت القرب خسارة فات واللي فاضل من الحكاية هو حبة ذكريات لو نرجع بالزمان مش هنفرط في المكان ونحل بأمان بندمع من سكات وقت القرب خسارة فات واللي فاضل من الحكاية هو حبة ذكريات وخسارة يا قلب خسارة على العشرة وعلى الناس اللي باعوا أوام على امبارح وعلى دماغك راحت لبعيد قوي انا ما بفكرش خالص في اللي انت بتتكلمي فيه دلوقتي ولو فكرتي انا حذرتك كتير وهفضل احذرك ولو ما سمعتيش الكلام انا همنعك فاهمه يعني ايه همنعك يا كارمن لاني مش ممكن اسيبك ابدا تاذي نفسك فاهمه مش هسيبك تاذي نفسك انتي عمري كله عشان خاطري انسي كل اللي فات بصي قدام بس انا مش فاهمه هي واخده في نفسها قلم كده ليه هي فاكره اننا يعني ما نعرفش نشتغل من غيرها طب على فكره بقى انا اقدر ارسم لكم خطه ما تخرش الميه للعمليه دي بأمرت ايه يا امي بأمرت عمليه اسكندريه اللي عملتيها من ورانا واتقفشتي ولولا ان انا اتدخلت كان زمانك مرميه في السجن من غير كلام كتير احنا اللي بيميزنا ان كل واحد فينا عنده نقطه قوه مش موجوده عند التاني
فيا ريت كل واحد يلتزم بالحاجة اللي يعرف يعملها وبس. أنا محتاجة يومين أقلب العملية في دماغي وبعدين هقول لكم على اللي نعمله. سلام. سلام يا قلبي. باي. جبت التسجيلات بتاع المزاد؟ حصل. لو الولد اللي اتعرفت عليه روان مع المجموعة يبقى أكيد كان ليه دور جوه المزاد. ده لازم. Otherwise you wouldn't have been at the auction. بالظبط. دي لحظة وصولك للمزاد. أيوه هو ده. هو ده اللي مثل الدور بتاع المدير الأعمال بتاع الشيخ العربي. منصور جديدة. الله عليكي وعلى جمالك، هو ده الكلام المظبوط يا كرم؟ هنشتغل بس بشرط. شرط؟ من امتى؟ من دلوقتي. مش هقدر اشتغل غير ما نتفق الأول. نتفق على ايه بالظبط؟ زازا. لا مؤاخذة، أخش التواليت وأجيلك. أوكي روحي. جميلة قوي نودي دي. عملت ايه في مشكلتها مع طليقة؟ ما عملتش حاجة. أنا فاكرك بتقول قدامها كده كلمتين وخلاص. لا طبعا. جيب طليقها وفهمه يبعد عنها، مش عايز وش. كريم مراد، ده حب ده ولا ايه؟ لا حب ولا حاجة يا سيدي. بس ما يصحش. البنت ما قصرتش معايا في حاجة، وبعدين طيبة. وهتسيب الطيبة دي امتى؟ لما ازهق. بس أنت خليك راجل ومالكش دعوة بيها. لا يا عم. أنا مشغول دلوقتي على الآخر. أها مين المرة دي بقى؟ ما أنا عارفك غاوي خناشير. بيزنس وومان. بس إيه؟ شياكة وأنوثة وحلاوة وجمال. حاجة كده يا مراد مظبوطة على الآخر. بصراحة أنا ما شفتش زيها في الزمان ده. طب ما تجيبها تسهر معانا. لا لا كارما مش زيهم. امال زي مين؟ اتفضل رد. لا ما تشغليش بالك انت يعني. مصطفى بيه، المعد بتاع البرنامج على التليفون علشان المداخله بتاعت حضرتك قربت. اه تصفي على الهواء. واحده من اهم العقول الاقتصاديه في مصر لها تاريخ طويل جدا في اداره صناديق الاستثمار وتنميه القطاع الخاص ومسير حافله بكبرى المؤسسات والبنوك الدوليه، الدكتوره صافي ناص زهري. مساء الخير يا فندم. مساء النور. كنت عايز اتكلم مع حضرتك عن قانون الاستثمار الجديد. احنا انتظرنا كتير عشان قانون الاستثمار يخرج للنور، وبعدها تعبنا علشان اللائحه التنفيذيه تتعمل. وكالعاده طبعا اللائحه دي ممكن اي حد يستغل ثغرتها علشان يوقف اجراءات اي مستثمر جاد. ومعانا مداخلة الدكتور مصطفى صبري، المحامي الشهير والمستشار القانوني لمجموعة الوادي للاستثمارات. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. قبل أي كلام
احب اعرف ايه السبب ان مؤسستنا لغايه اللحظه دي ما استلمتش الاراضي بتاعتها رغم صدور قرار من رئيس الوزراء بالتخصيص. انا بطلب من الدكتوره صفيناز انها تولي الامر عنايه خاصه. احنا مش مؤسسه صغيره، احنا مؤسسه بتضخ ملايين الاستثمارات، وفي مستثمرين تانيين مستنيين يشوفوا الحكومه هتعمل معانا ايه علشان يعرفوا اذا كانوا يستثمروا في مصر ولا لا. يعني الموضوع كبير مش صغير، وخاصة في اللحظة دي بالذات ان العمل فيه بيجري على قدم وساق. انا شخصيا ما بسيبش المكتب لا ليل ولا نهار. مساء الخير يا دكتور مصطفى. انا بحاول كل طاقتي ان المستثمر يفضل هنا في مصر وما يخرجش، بس ده طبعا عاوز تعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص. تمام يا دكتورة، انا متفق معك في كل اللي بتقولي. يعني ايه الموظف المسؤول ما جاش لغايه دلوقتي؟ اتشرف يا علي، كلم المسؤول عن المشروع. How do I know؟ انا عايز اوصل المكتب الاقي ملف مشاريع المينا الجديد على مكتبي. مع السلامه. النهار بادي بدايه وحشه قوي. حكمت، خدي شنطه الاوراق واديها للشوفير، عندنا ميعاد مهم الساعه 12. يلا. يا سارة سافرت ولا لسه؟ طيارتهم النهارده الفجر، يبقى كلميها اطمني عليها. لا انا مش هكلمها. اساسا انا مش موافقه على جوازتها الزفت من الشيء اللي اسمه ممدوح ده. صافي، سيبيهم يعيشوا حياتهم، كفايه اللي حصل قبل كده. تقصد ايه يا مراد؟ مش كفايه ان خدت ابنها يقعد مع كريم طول فتره شهر العسل وهي عارفه ان انا ما بحبش اروح هناك؟ اولا المالك ده يبقى ابن سارة، من حقها تسيبه عند اللي هي تختار. ثانيا كريم ده يبقى ابوه، مش حد غريب. ثالثا تقدري تقولي لي لو سابته معانا مين فينا فاضي يقعد معاه وياخد باله منه؟ عنده المربيه بتاعته، وعندنا بدل الخدام 10. اسمهم شغالين مش خدامين يا صافي. وبعدين انت تفضلي حفيدك يقعد مع الغرب احسن ما يقعد مع ابوه. انا لازم امشي يا مراد. هاف ا نايس داي. يو تو. اتغدى ايه؟ انا مش راضي اتغدى الا لما تيجي. للاسف انا اتغديت وسبقتك، اتغديت لوحدي. يا ريتك قلت لي. معقوله؟ جرسون اشربي ايه؟ دبل ماكياتو بليز. تحت امرك يا فندم. ميرسي. انا باجي المكان ده كل يوم اتغدى، مكان هادي ومريح للاعصاب. ايه رايك بقى نظبط مواعيدنا ونيجي نتغدى مع بعض كل يوم؟ ميرسي قوي على العزومه، ولو اني شايفاها كده عزومه مراكبيه. انا مراكبي؟ ماشي، مقبوله منك. مش قصدي، ام سوري، بهزر. انا بقى مش بهزر. انت عايش هنا في مصر لوحدك، وانا تقريبا عايش وحيد زيك. ايه رايك نتونس ببعض ونيجي نتغدى هنا كل يوم؟ بالمناسبة أنا وأنت معزومين عند أعز صديق لي. ومين سعيد الحظ ده اللي أنت أعز صديق لي؟ راجل أعمال اسمه محمد مراد، ومراته صافي نزوي. رغم بتبصلي كده ليه؟ ميرسي. لا ولا حاجة، بس اللي يشوفك يعني في التلفزيون ياخد عنك فكرة تانية غير اللي أنا شايفاها دلوقتي قدامي. وإيه اللي أنت شايفاها دلوقتي؟ يعني إنسان جنتل كده ومحترم ولذيذ. يعني مش غتت زي ما الناس شايفين. مش قصدي والله، I'm sorry. ما تعتذريش، السمعة دي هي اللي خلاكي تجيني عشان ابقى المحامي بتاعك.
وهي اللي خليتك تصر انك تتعاملي معايا مباشرة، وهي اللي خليتك ترفضي تتعاملي مع اي حد في المكتب. فلازم طبعا اشكر السمعة دي اللي عرفتنا ببعض. شوية شغل بقى. انا عايزك تمضي على الاوراق دي كلها علشان الحق اخلص كل الاجراءات القانونية. طالع بقى. المشروع مساحته 120,000 متر مربع، مشروع تجاري ضخم، منطقة ألعاب عالمية. ما فهمت كيف لحقتوا تخلصوا كل هيدا بأقل من شهرين؟ اللي خلص لحد دلوقتي هايل. بركة في خطط حضرتك اللي بتحطها من هنا في قبرص، وأنا دوري في مكتب مصر إني بنفذ خطط حضرتك مش أكتر. بالنسبة لمشاكل التراخيص، شو رح تعملوا مع وزارة الإسكان؟ صح، عملتوا فيها إيه؟ مدير المشروعات بيتابع الموقف بنفسه، والوزارة بتقول مفيش أي حاجة تقلق أو تخوف. خلال يومين ثلاثة إن شاء الله الموقف يتحل، مجرد موافقات على رسومات المشروع. يا ريت يكون زي ما بتقول. Ich muss dir natürlich nicht sagen, was das bedeutet, wenn du dich irren solltest. Es gibt keine Probleme, Stan. أنا مش عايز أدخل مشروع زي ده وألاقي مشاكل وأنا بدفع مليارات. طيب شكرا. بعد إذنك. يلا باي. في جديد؟ مسألة وقت. وقت؟ وقت أكتر من كده؟ يومين اتنين يكون عندك كل التفاصيل. مش أكتر من يومين يا أمي. عملية أنجي موتورز لازم تتعمل على واحد صاحب أجنس عربيات. نختار واحد ونعرفه بالمزاد بطريقته، وبعد كده نقنعه إنه المزاد هيرسى عليه. أي اقتراحات عن صاحب أجنس يستاهل اللي هيتعمل فيه؟ لقيته. فاكرين الراجل صاحب أجنس العربيات بتاع العجوزة اللي نصبنا عليه من 5 شهور؟ جيمي بطل التهور اللي أنت عايش فيه ده. انت عارف كويس قوي ما ينفعش ننصب على العميل مرتين. اقول لك ايه تاني؟ بس انا لقيته وهو يستاهل فعلا. فاكرين الراجل بتاع الاجنس اللي انا اشتريت من عنده العربيه بتاعتي من 7 سنين لما طلعت العربيه معيوبه وحبيت ارجعها وهو ما رضاش؟ 7 سنين يا زازا، ده انت قلبك اسود قوي. هو اللي اسود وضميره اسود، وهو كمان صارمه وجزمه ويستاهل. انت صح يا كبير، انت صح. هتبقى بقى دي عمليتك يا زازا، هتراقبيه وتعرف لنا كل المعلومات اللي عايزينها عنه. دان. ايوه يا جماعه، بس في مشكله كده واحنا نسيناها شويه. ايه المشكله دي؟ الشركه اللي بتدير المزاد شركه حازم حلمي، هنعمل فيها ايه؟ بسيطه، هنبقى احنا الشركة. ايوه بقى يا كارما يا عسل، هو ده الشغل الجامد. يا كارما يا عسل يا امو مخ يا عسل. كده اسمال عليك، احسدها بقى 5 في عينك. 4-1 عليك. ده الويب سايت بتاع شركة الخبير المتمن حازم حلمي. اهم شخصية في الشركة والدراع اليمين لحازم حلمي هي نادي القاضي، ودي بقى هتبقى مهمتك انت في العمليه دي. امين. عايزك تعرف لي عنها كل تفصيل عن حياتها، كل مكان بتروحه بانتظام، عيلتها، كل حاجه، فاهم؟ اعتبري حصل. امين. انا عايزه نسخه الدق الاصل عن الموقع ده، بس بدل .com اعمليه .org. اوكي. شيل صوره نادية القاضي وتحطي صورتي بدلها. اوكي. وبدل صوره هشام عزوز المساعد بتاعها تحطي صوره يوسف، وده اللوجو بتاع الشركه. عايزك تعملي لي كروت جديده باسم هشام عزوز على نمرة التليفون يوسف الجديدة. اعتبريه حصل. فهمت؟
فين الكروت والمفاتيح؟ جاهز. دي مفاتيح العربيات اللي احنا هنستعملها، متأجره بالبطاقات المضروبه اللي معاك وديت، كويس؟ ودي تليفونات جايب لكم فيها خطوط شحن شاريهم من على الرصيف، مفيش منهم اي قلق. ايه ده؟ ده تليفون قديم من ايام ام عود، اما عادش تاني. جرايا يا زازا، انت فاكرانا بنلعب ولا ايه؟ لا لا، مفيهوش تويتر، هات لي واحد جديد. خد التعليمات دي لازم تتنفذ بالحرف. تجيبي كل المعلومات اللي مطلوبه منك عن الراجل بتاع الاجانس، وانت يا نادي القاضي. حاضر. وبعدها القضيه تبدا من عندك يا يوسف. أنا متفق مع سارة، هاخد مالك يقعد معايا يومين لحد لما ترجع من السفر. هنشوف حسب الظروف. أعرفك بأقوى وأذكى ست أنا عرفتها في حياتي، صف الناس زهير، مستشار أكبر مجموعة مالية في البلد، وعندها منصب مش قليل في الحكومة، وزوجة واحد من أهم رجال الأعمال. بس الأهم من كل ده بقى إنها صديقة عمري، وزي ما انت شايفة كده ملكة جمال. ميرسي يا مصطفى، نايس تو ميت يو. أعرفك بصديقتي العزيزة كارما نوار. يا صديقتي العزيزة، ده انت مؤثرة قوي. صداقتي مع مصطفى بقالها 30 سنة، عمر ما اتكلم عن حد بالحماس ده أبدا. الحقيقة ده ما يجيش أي حاجة قدام حماس هو بيتكلم عن حضرتك. كريم جوز بنتي سابقا طبعا. I love your dress. ميرسي. ذوق حضرتك. صاحبتك ذوقها عالي قوي يا مصطفى. أنا متأكد إنكم هتبقوا صحاب. مالك؟ هتوحشني قوي. يا روحي. هاي مالك؟ انا كارما. والله مالك. عن اذنكم. اهلا وسهلا، تفضلوا. مراد في الجنينه، تفضلوا. شكرا. أعرفك بقى بصديق عمري اللدود محمد مراد. أنت أكيد كارما، مصطفى صدعني بالكلام عنك، بس أنت طلعتي أجمل بكتير. خف يا مراد، نحن هنا. مال إيدك متلجة قوي كده؟ بس التكييف كان عالي قوي في العربية وإحنا جايين، عشان كده التواليت فين لو سمحت، عايزة أظبط شوية الميك أب. اتفضلي جوه على اليمين. فرصة سعيدة. سمع صوت التليفون. أنا في السبا. في حاجة في العملية؟ عندك أي مشاكل؟ طيب أنا هكلمك لما أروح البيت. باي.
طيب ماشي 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 يا مصطفى، شكرا. ماشي صحتك بقى. شكلك زهقانة قوي. بالعكس انا بس جيت هنا اشرب سيجارة. وانت انت مين؟ تقرب حد من عيلة محمد مراد؟ لا اعرفه معرفة سطحية كده. انا جاية مع مصطفى صبري، عزومة على الغدا. انتوا صحاب؟ يعني هو المحامي بتاعي. انت بتشتغل ايه؟ بشتغل في الكلام الفني. افندم؟ بتاع فن وكده، مهندس ديكور يعني. شغلي كله بيبقى مع الستات، بدفع فلوس كتير قوي في حاجات هما مش فاهمينها، مش هيتمنظروا بيها على بعض. لا بس مش كل الستات كده، في ستات بتفهم برضه، يعرفوا ان الديكور ده فن وذوق، مش حاجات كده يعني مركونه جنب بعض وخلاص. هذا انت منهم بقى؟ اعرفهم معرفه سطحيه. طيب شرفيني بقى في المكتب ونقعد نتكلم في الكلام الفارغ ده كله بما انك بتفهمي فيه. في حاجه؟ عيش بزنس كويس ف هديك رقم. كده رقم عندك. انا شريف. كارما. كارما ده مصطفى صبري اتطور قوي. انا سميك كارما صبري وانا كمان هسميك شريف ديكور. كله بيسميني كده. انت يا ابني، انت يا ابني، انت فين يا ولد انت؟ تسألش ليه؟ انا اقدر برضه، هو انت اللي زعلك؟ بتدخل ابو زعبل. هي وصلت لابو زعبل يا ابن صفي. ابن صفي؟ هو انت ابن محمد مراد؟ اعرفك بنفسي، شريف محمد مراد. شو قلت لك معرفه سطحيه؟ كده بقى يبقى مش فاضل غير ساره، هعرفك بيها اول ما ترجع من شهر العسل هي وجوزها الجديد. يوم ما نصبت على عمر ما كنتش اعرف الوش التاني اللي ليه، ما كنتش اعرف حياته اللي مخبيها عن الكل، ولو كنت اعرف ما كنتش كملت. ده اكيد. المعلومات اللي انا جمعتها في الكام يوم اللي فاتوا دول بتقول ان اللعبه ابتدت من عند روان، اتزرع عليها ده. كان مهمته يلغي حجز الليموزين ويبعت سواق تبعهم اللي هو ده. كان مهمته انه يعطلك بأي طريقة، أي طريقة خارجة عن إرادته. وهنا كان دور دي عشان تعمل معاك الحادثة على الهاي واي عشان ما تلحقش تجيب ليموزين تاني أو تاكسي أو أي حاجة، ولما توصل المزاد يتعمل عليك التمثيلية اللي انت صدقتها اللي توصلك لسلمى المنصوري المزيفة. مجموعة ذكية ومحترفة لدرجة انهم زرعوا دي قبل المزاد بكام أسبوع علشان تجمع كل المعلومات الممكنة عن المزاد. طب هم ازاي كانوا يعرفوا ان واحدة ست هتشتري اللوحة؟ كان ممكن يبقى واحد راجل. مجموعة بالذكاء والاحترافية دي اكيد كان عندهم بلان بي وكانوا مجهزين ده. كان ممكن يقوم بالدور، مسألة تبديل أدوار مش أكتر. منصور بيه؟ دول عيال شياطين. طب أنا مش شايف صورة البنت. للأسف الصورة الوحيدة اللي ما قدرتش أجيبها واضحة هي صورة سلمى المنصوري المزيفة، لكن دي صورة جماعية ليهم في المطار وهم متجهين للقاهرة. هي دي أكيد. عمري ما هنساها. احنا كده عندنا صورة العصابة كلها بس أساميهم ايه ما نعرفش. الحاجة الوحيدة اللي احنا متأكدين منها انهم مصريين
وده معناه ان احنا هندور وسط 100 مليون بني ادم عايشين في مصر. حتى لو هندور في 8 مليار على الارض دي لازم تلاقيه. عليا المدة اللي فاتت دي كلها. هو انا اقدر يا حبيبي ما اسالش عليك وانا في مصر؟ البرتيكا كانت كلها في قبرص في عملية سوق. قلتيلي قبرص. انا كده فهمت. الواد يوسف سالني لما كان في اخر زيارة عندي وقال لي ما تعرفش حد كده يخلص لنا اوراق. انا دليته. ويا ترى الواد اثر رقبتي ولا طولها؟ مفيش حد من طرفك يقصر الرقبه يا ابو السيد. طيب طمنيني بقى، العمليه اللي قمت بيها دلوقتي بيها بكام قرش حلوين كده؟ قرش ايه؟ قول حوت، قول تمساح، وما تخافش شلنا نصيبك على جنب. اصيله اصيله يا كرميلا اصيله، والله وطمرت فيكي تربيتي. انت اطيب واحن اب في الدنيا يا ابو السيد، ربنا يخليك ليا ويفك سجنك يا رب. زازا ما جاتش معاكي ليه؟ تاني؟ تاني هنرجع للسيرة دي؟ ما مش عارف أعمل إيه في عمايل أمك دي. أول ما دخلت السجن خلعتني. عليا أنا الكلام ده؟ ما أنتوا متفقين. وبعدين ده كان لازم يحصل. ده نظام العمليات، اللي يتقفش يبعد. ده حتى ما أوحيتش وقالت لأ. ان شاء الله كده وكده يعني مرضيه السيد، لكن شكلها ما صدقت ان ده حصل. والله العظيم دي بتحبك وبتموت فيك بجد يا كراميلا. بجد ربنا يخليك لنا يا احلى بابا في الدنيا. بتاعتي زياره. طيب حلو، سجايرك اهو والهمبرجر والحاجات اللي بتحبها. طيب ابقي سلمي لي على امك حبيبه قلبي. حاضر. ايه رايك في المك اب بتاعي؟ زي الفل. مع السلامة يا روح. مع السلامة يا حبيبي. ويلكم تو لونج. تليفونك. ايه الدقل اللي انت بتعمله ده يا عمر؟ الشغل اللي انت جايله ده مش هيحصل. مش فاهم، انت من امتى بتتدخل في شغلي؟ لما يكون في شغل زي ده لازم ادخل عشان اوقفه. هو انت ايه اللي وصل لك بالظبط ومن مين؟ مش مهم، انت هتنزل من هنا على المطار، هتركب اول طياره على مصر. لما يكلموك هتقول لهم الديل ده مش هيتم، مفهوم؟ لا يا عمر مش هيحصل. انت مالكش ان انت تمنعني. خليك بعيد عن شغلي زي ما انت اخترت قبل كده. خلاص ما بقيناش شركه.
بقول لك يا كمال الديل ده مش هيحصل. لا يا عمر ارجوك الديل ده انا ما اقدرش ان انا اكنسله وما اقدرش ان انا ارفضه. خليك بعيد كانك ما عرفتش وريح بالك. انت هتعمل بالظبط اللي انا قلته فاهم؟ اذا قلت لا well done my brother I will force you حتى لو وصلت ان انا هقتلك هعمل كده عشان انا بحافظ عن اسمي هداية. بندمع من سكات وقت القرب في